طب خد الو عشان واحد من كباتن الفريق معانا على التليفون، نجم كبير طبعا، نجوم اهلي ومنتخب مصر. قول الو يا كابتن الو عمرو. الو السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته. كابتن عمرو، ازي صحتك؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ على طول كده. طبعا. عامل ايه؟ تمام. ازيك يا ازيك كابتن؟ كابتن اسامه، الله، يا اهلا بيك يا استاذ احمد، ازاي الله حضرتك؟ يخليك، واهلا وسهلا بعمرو والساده المشاهدين. اهلا حبيبي يا بيك، كابتن، اهلا بيك كابتن الله اسامه. يخليك. طبعا انت مشوار طويل مع البطولات، يمكن كان بنتكلم على ابطال كؤوس افريقيا سنه 93، كانت سنه اولى بطولات لكابتن عمرو مع الاهلي في افريقيا، بس انت ما شاء الله المشوار طويل وحافل. الحمد لله، يعني هي دي البطوله 93، دي كانت الرابعه لابطال الكؤوس معانا، مظبوط مظبوط. لانه احنا خدناها 84 85 86 واحتفظنا بيها للابد. ايوه كان كاس خدناه 3 سنين ورا بعض، وبعدين خدنا 93 اللي هو عمرو الحديدي كانت اول بطوله افريقيه ليه، وطبعا 82 النادي الاهلي كان واخد بطوله ابطال ابطال الدوري. الدوري. ايوه فدي كانت رابع بطولة أبطال الكؤوس، طبعا من البطولات القوية جدا. فرقة أفريكا سبورت كانت من أفضل الفرق في قارة إفريقيا، يمكن هو الغرب شوية بعدوا شوية عن البطولات، لأن معظمهم بقى محترفين في بره. الخارج، يعني سواء بتوع ساحل العاج أو غانا أو نيجيريا. يمكن نادي اصعب ماتشات البطولة دي من وجهة نظرك كابتن أسامة؟ والله هي البطولة كلها كانت صعبة، يعني احنا قبليها كنا بنلاعب اعتقد في بطولة قبل النهائي كان نهائي افريقيا كانيمي سبورت تقريبا. ووريرز النيجيري، ليه؟ كانيمي ووريرز النيجيري ده قبل النهائي، يعني وقبله المريخ السوداني. ايوه، ماتشات كلها كانت صعبة. طبعا الفرق دي كانت قوية في الفترة دي جدا في القارة الإفريقية، المريخ طبعا برضو كان من أحسن الفرق الإفريقية، يعني هي ماتشات كتيرة كانت مهمة وقوية، لكن طبعا كان أصعبهم هو المباراة النهائية مع أفريكا سبورت، سواء في ساحل العاج تعادلنا 1-1، أعتقد كان محمد عبد الجليل هو اللي جاب الجون تقريبا. مظبوط. تعادلنا هناك 1-1 وعملنا ماتش كبير قوي. يمكن مستر ألان هاريس كان بيلعب براسين حربة، لكن في الماتش ده فضل يلعب بواحد وتحتيه عبد الجليل، واعتقد انا وياسر وهادي بيتهيألي كنا في نص الملعب، لا وطبعا ورا عمرو و ايه اللي ما تنساهوش يا كابتن اسامه في الماتش ده تحديدا، مباراه الذهاب اولا، ايه اللقطه اللي ما تتنسيش سواء في لا الكواليس او حاجات كتيره. انت عارف موضوع اللي هم بيؤمنوا قوي بالسحر يعني الاعمال حاجات والحاجات دي؟ التعويذه واعمال والكلام ده، اعتقد كان في السحر بتاعهم ده موجود في الملعب، وكان يعني بيحمس الجماهير وكده، وكان ليه حركات معينه، بس انا مش متذكر قوي. انت ممكن تكون انا دخلت المداخله سريعه فما كنتش محضر قوي ذكرياتي في الماتش، انت ممكن تكون متذكر اكتر، لكن الامور دي كنا بنقابلها على طول في كل القاره الافريقيه، سواء مع ساحل العاج، سواء مع كوتوكو، سواء لما بنلعب في نيجيريا مع اي فرقه. هم مؤمنين قوي بحته بجزئيه الشعوذه وكده والسحر والحاجات دي. مباراة كانت صعبة جدا، لكن عملنا مباراة كبيرة جدا جدا جدا، وكنا هنا طبعا المباراة النهائية وسط 100,000 متفرج، قدرنا نكسب بضربة جزاء لعادل عبد عبد الرحمن. الرحمن، ايوه وكانت مباراة كبيرة جدا لينا، يعني من أحلى النهائيات اللي الواحد لعبها. يعني مين نجم البطولة من وجهة نظرك في فريق الأهلي يا كابتن أسامة؟ لا هو كانوا كتير المميزين، يعني من حراسة المرمى في كابتن زهير، في كباتن كتيرة كانوا مميزين، في حسام حسن، في رمضان، في أيمن، في ياسر ريان، في هادي، يعني كان نجوم كتيرة. طبعا عمرو الحديدي واعتقد ساعتها كان مشير يا عمرو، لا كابتن علاء عبد الصادق، وعلاء عبد الصادق، كابتن علاء عبد الصادق، ابراهيم حسن، جمال السيد. جمال السيد،
يعني هي كل الفرقه الحمد لله كانت مليئه بالنجوم يعني. ايوه. لكن انا فاكر انه عبد الجليل السنه دي كان فايق فيها جدا وعمل ماتشات كبيره زي معظم الفرقه يعني. صحيح. بشكرك كابتن اسامه يعني، وبما انه بطولات الاهلي ما بتخلص هيبقى لينا قصه وحكايه ماتش معاك اكيد قريب. اكيد يعني انا طبعا سعيد جدا بوجود عمرو من الشباكات كانت مميزه جدا وعمل معنا مواسم جميله يعني وذكريات كتيره، وهو يقدر بقى يكلمك عن الماتش اكتر. اختبر الذاكره يعني بتاعته دلوقتي ما تقلقش. انا بس دخلت في مداخله سريعه كده، انا خارج البيت يعني. نسعد بيك دايما كابتن اسامه للماتش نسعد يعني. بيك دايما كابتن اسامه الله يخليك، كل التحيه ليك كابتن اسامه عرابي.